في معكم مشاهدينا حديثنا ضمن برنامج دامسكو، اما هلا فرح نروح لعالم الاطفال والطفوله، ودائما رد فعل الطفل او السلوك اللي بينشا عن تحركاته، عن ردات فعله والتعامل معه بالحياه بفاجئ الاهل ببعض الاوقات، بعض الاهل ما بيكونوا منتبهين لهذا الرد وبيعتبروه ايضا انه حاله طبيعيه لبين ما يوعى الطفل ويكبر، وبعض الاهالي بينتبهوا لهي التفاصيل من مراحل كثير صغيره ممكن توصل لمراحل الحمل. حديثنا اليوم بشار عن المشاكل السلوكية اللي ممكن يتعرض لها الطفل بمرحلة الحمل تحديدا وحتى مرحلة الرضاعة وانعكاسها على حياته، فشو هي أسباب هاي المشاكل اليوم؟ كل هالأسئلة وكل هالأجوبة رح نعرفها أكثر مع الأستاذة إيناس عزام الاختصاصية الاجتماعية، صارت معنا ضمن استوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافية، يسعد أوقاتكم وأوقات مشاهدينا. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. خلينا نروح، يعني ذكرنا بالمقدمة سلوكيات الطفل، ردات فعل الطفل وإلى ما هنالك، خلينا ناخذ اليوم تعريف أو نتعرف على المشكلات السلوكية، أسبابها عند الأطفال والمرحلة الأولى إذا بدنا نقول لتشكل هذه المشكلات. أسبابها بتعود، أسباب المشكلات السلوكية قسم منها بيعود لمرحلة الحمل، يعني الظروف اللي عم تعيشها السيدة أثناء فترة الحمل، وفي مسببات ممكن تحصل خلال فترة الطفولة يعني بعد الولادة، الظروف اللي عم يعيشها الطفل أثناء طفولته. أكيد إذا بدنا نحكي عن الحالة النفسية أو الاستقرار النفسي للحامل والظروف والبيئة المحيطة فيها، كله هذا له تأثير. يعني أكيد الحامل اللي بتتعرض لحزن، لتوتر، لغضب، لخوف، ممكن الحامل تتعرض لصدمة، سواء صدمة وفاة أو صدمة فقدان، ممكن يصير عند الحامل أحيانا اكتئاب، في مشاحنات مشاجرات بينه وبين الزوج، كل هي الأشياء بتأثر على الصحة النفسية للحامل وبالتالي بتأثر على الجنين. أكيد نحن ما بنلغي كمان الـ 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 الإرهاق، إنه الإرهاق النفسي حتى قلة النوم، قلة الغذاء، عدم اهتمام الحامل بصحتها، كمان هي أحد المسببات اللي ممكن تأثر. نحن ليش توجهنا لفترة الحمل؟ يعني بدينا من فترة الحمل لأنه بصراحة هي الفترة بتغيب عن بعض الأمهات وهي فترة مهمة. يعني نحن شكوى متكررة بتجينا، إنه بتجي شكوى من الأمهات إنه أنا ربيت كل أولادي نفس التربية بس ليش عندي هذا الولد طلع هيك؟ طب هي بغيب عنها انه مثلا هي فتره حمله بهذا الطفل كانت مختلفه عن فتره حمله باخوه، تمام؟ او ممكن الحياه اللي عاشها الطفل، مثلا ممكن رفقات جو بالمدرسه مختلفين عن رفقات اخوه، ممكن انسته ما كانت داعمه بالنسبه له، ممكن مكان السكن، ممكن تهجروا ونزحوا، ممكن وضع العام للبلد، في كثير اسباب بتاثر بشخصيه الطفل مو بس كتربيه. اما اذا بدنا نجي لمرحله التربيه، أو أول شيء بتبدأ من مرحلة الرضاعة، هي الفترة كمان لا تقل أهمية وبتغيب عن بعض الأهالي. هي مو بس فكرة أنه يعني مو بس فكرة الرضاعة، أنه بعده ما وعي أو بعده ما وعي تمام، ما استوعب شو عم بيصير. لا، هي المرحلة كتير بحس فيها الطفل ومهم إشباعه بالمحبة والحنان ويشعر فيها بالأمان، ما ينترك عم يبكي تتلبق احتياجاته، شو احتياجه، جوع، موجوع، شو هو بده. فهي المرحلة كمان لا تقل أهمية. في كمان وجود أشخاص داعمة بحياة الطفل، يعني فكرة كتير مهمة، أنا حابة أطرح مثال لوضح هاي الفكرة. إجت مرة سيدة لعنا بشكوى أنه الابنة عمرها 6 سنوات محالة من طبيب نفسي وعندها حالة اكتئاب بعمر صغير، يعني أختها اللي بتصغرها ب3 سنوات بحالة نفسية جيدة وصحة نفسية جيدة. الفرق بيناتهم هلا هنن البنتين عايشين عند الجدة والأب والأم مو موجودين، يعني ابعاد عنهم، معاملة الجدة سيئة نوعا ما، بس الفرق بيناتهم يعني ليش وحدة نمت بصحة نفسية جيدة ووحدة لا؟ الفرق بيناتهم بس إنه كانت الأخت الأكبر عم تدعم أختها الصغيرة وقت هي بتحتاج شيء، عم تعطيها المحبة، عم تعطيها الشعور بالأمان إنه أنا موجودة جنبك، أما الأخت الكبيرة فكان ما في حدا يدعمها. فهذا الشيء قديش أثر بالصحة النفسية للطفل. صحيح. وجود أشخاص داعمين. أكيد كمان المقارنة هي أحد الأشياء اللي ممكن تأثر سلبياً على الطفل وتظهر له مشاكل سلوكية. كمان وجود مشاكل سلوكية عند الأهل، يعني مثلا ممكن إذا الأب ممكن عصبي، في عنف، ممكن في كذب، الطفل بيتعلم بالتقليد، يعني شو بشوف بيطبق أكثر من اللي بيسمعه. صحيح. فالطفل بيتشرب هذا الشيء باللاوعي يعني عنده.
أكيد كمان العنف من أحد الأسباب القوية اللي ممكن تأثر على المشاكل السلوكية، سواء تعنيف الطفل بكافة أشكاله، سواء ممكن الضرب، العنف الجسدي أو العنف النفسي، سواء تهديد، تخويف، حرمان، ممكن وصف الطفل بصفات سيئة. تمام، كمان هذا ممكن يأثر. التعنيف كمان حتى المشاهد، يعني العنف المشاهد سواء من على طريق التلفزيون، سواء من على طريق الموبايل، أو سواء مثلا بهاي الفترة، يعني اليوم السوشيال ميديا أصبحت متاحة قدام الأطفال أكثر حتى من البالغين والكبار، فقديش ممكن تأثر هي الجانب أو هذا الجانب على حياة الطفل وسلوكياته؟ عن جد موضوع الموبايل يعني موضوع منتشر وخطير جدا، يعني هو للأمانة عم يريح السيدات. هو يعني فعلا الصراحة هي حالة سلبية أكثر. سلبية طبعا. السيدة عم تعطي التليفون لأبنها أنه تسلى أو تفرج. تمام، أنا عم أقول لك هن من وجهة نظره اللي بيعطوا، بس قديش عم يدمر الطفل وعم يحرمه أنه هو يكون في عنده رفقات، يكتشف، يثبت ذاته، يعني عم يحرمه مهارات ثانية. ذكرتي عديد من الأسباب، ولكن العلامات اللي اليوم أنا بشوفها على ابني، أنا كيف بعرف أنه هو عنده مشاكل سلوكية؟ ذكرتي حضرتك أنه أنا هذا الطفل ليش غير ابني الثاني؟ ليش هذا بيتعامل هيك؟ هو شو ممكن يتصرف؟ شو ممكن يعمل؟ لا، كل يعني كل مشكلة سلوكية لها علامات، يعني أنا ما بقدر أنه حدد في علامة محددة، بس أنه مهم الأهل دائما يكونوا على انتباه دائم لطفلهم شو التغيرات اللي عم تطرق عليه. يعني مثلا ممكن طفل بدأت تصير عنده مشكلة خوف، ممكن يبلش ينعزل، يرفض مثلا يطلع من البيت، فأنا يعني في لكل مشكلة علائم محددة. يعني طب خلينا نذكر أكثر تفاصيل خصوصي بمرحلة الحمل والرضاعة، هون على شو ممكن تأثر؟ يعني أنا طفلي صغير هو ما رح يعرف يحكي أو يعبر لي إنه هو شو بده، هو شو ممكن يتصرف، شو ممكن يعمل خصوصي إذا كان لسه بمرحلة الرضاعة؟ تماما. هلا الطفل هو ما بيعبر فيها إلا بالبكاء، ما في وسيله ثانيه، فالام بدها تكون هي عندها يعني يصير عندها خبره، يكون في ذكاء لحتى تعرف تستنتج الطفل مثلا وقت عم يبكي شو بده. يعني احيانا من طريقه بكوه الطفل ببين هو شو بده، هو موجوع او هو جوعان، يعني على حسب طريقه الـ 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 هو يمكن احساس الام هون بيشتغل، احساس الام بيشتغل والتجربه، يعني مره على مره بتصير بتميز انه هو شو بده. اهم شيء تتلبى الاحتياجات، يعني ممكن يكون موجوع، ممكن نعسان، ممكن بده تغيير وضعيه، كل هاي الاشياء. واهم شيء ما ينترك لفترات عم يبكي، لانه الطفل كله هذا بيشعر فيه. صحيح. اليوم مرحله الحمل قديش اليوم ممكن تأثر أو شو هي التأثيرات؟ يعني ذكرنا موضوع السيدة بالمرتبة الأولى والدرجة الأولى، يعني تأثيرات نفسية، تأثيرات عنف وإلى ما هنالك، ولكن اليوم الجنين بهي المرحلة رح ينتقل هذا الإحساس له مباشرة، رح ممكن موضوع الجينات التكوين إلى ما هنالك يكون في عنده جينات عصبية ممكن توصل لهي المرحلة أو لا؟ هلا بصراحه انا بفضل كثير ادخل بهذا الجانب لانه صار موضوع طبي، يعني انا بحكي ضمن اختصاصي. هلا اكيد في يعني حكينا انه بياثر على الام وبالتالي بياثر على الجنين كجينات، وهيك ما بفضل ادخل. يعني نحن تاثر الطفل هو ناتج بهي المرحله عن تاثر الام مباشره بعيدا عن الجنين، انما هي حاله بس انه الام او السيده ما انها مرتاحه نفسيا، هي اذا بدنا نخصص اكثر مرحله الحمل. هلا هي مرحلة الحمل اللي أنا بعرفه، بس ما بفضل إنه صراحة أحكيه على الشاشة، إنه هي التغيرات بالحالات الانفعالية بتأثر على وظائف الغدد وبتأثر على الهرمونات، وبالتالي بتأثر الدم وتركيبة الدم. صحيح. اللي عم يوصل للجنين. صحيح. أنا ما بفضل أحكي هذا الشيء لأنه صار جانب طبي. تمام، بس هو فعليا في تأثير أكيد. أنا خلينا بالجانب النفسي والاجتماعي أكثر. اليوم كيف الأم بدها تتعامل مع هاي الشخصية، مع المشاكل السلوكية تحديدا؟ خلينا نقول بعمر متقدم شوي، كونه لسه كبر الطفل وبلش يفهم علي وأفهم عليه، شلون بدنا نتعامل معه؟ يعني ممكن نحن نقول كتوصيات انه شو للاهالي شلون بدها تتعامل مع ابنائها. هلا اول شيء بده يكون في عنا انتباه دائم من الاهل لاي تغيير بيطرأ على سلوك الطفل، لانه دائما معالجه اي مشكله من البدايه اكيد مو مثل وقت بتتفاقم، فالاهل بدهم يكونوا حريصين لحتى انه هن ينتبهوا على تصرفات الطفل. ثاني شيء مهم يكون في مبني بين الطفل والام جسر، حتى مو بس الام، الاهل بشكل عام، حتى الاب، جسر من المحبه، من
من الثقة، من الاطمئنان، حتى الطفل تفتحي له المجال انه هو يعبر عن المشاعر اللي عم يحس فيها، وهذا الشيء ما بيجي الا بالحوار وما بيجي الا بالاستماع الفعال. تمام. فانا الطفل، بعض من الاهالي اليوم بيجي الطفل بيقول له مثلا انا خايف، بتقول له ليه؟ لا ليش تخاف، ما في شيء بخوف. طب انت كبتي هي المشاعر بدون ما تعالجيها، ما عاد بيخاف اساسا، يعني على اساس ما عاد يخاف اذا هي قالت له هيك. لا، هي بدها تعرف منه هو ليش عم يخاف، تحاول تتفهمه، تقول له انا متفهمتك، انت خايف يمكن لانك مريت بهذا الظرف، احكي لي مثلا يعني شو كانت مشاعرك، تخليه يحكي وهتعلمه هي شلون يتحرر من هي المشاكل او شلون يعالج مشاكله. كثير مهم نحن نعلم الطفل شلون يعالج المشاكل اللي هو بيمر فيها. اكيد يعني كنصيحه للاهالي انه ما يكون في مقارنه بين الطفل واي طفل اخر، لانه المقارنه بتنزل ما بترفع، بحس فيها الطفل بقلة الثقة بنفسه وانه هو معناته اقل. يبتعدوا عن الشجار كزوجين يعني بالبيت. كثير الامان والمحبه امر مهم لحتى ما يكتسب الطفل سلوكيات خاطئه، فيكون يحافظوا على هي المحبه بالبيت او يعني وين ما كانت، بس ما يحاولوا تكون ناحي اطفالهم. تمام. الخلافات تمام. اكيد ما يكون في قسوه، ما يكون في تعنيف، ما يكون في وصف للطفل انه هو عنده مشكله سلوكيه. يعني اذا بدنا نحكي شلون بدهم يتعاملوا مع مشكله سلوكيه معينه، بعد ما انه ينتبهوا لا، اهم شيء ما يهملوها ويتقبلوها، لانه في اهالي بترفض انه هي ابنها عنده مشكله سلوكيه. طب رفضك للمشكله ما حيعالج المشكله. أكثر اليوم. كل طفل ممكن صحيح. يتعرض لمشكله سلوكيه، وقت بتعالجيها بتتعالج. تمام. مهم كمان ما نحكي ناحي الطفل انه عنده مشكله سلوكيه، لانه المشكله بس نحكي فيها بتزيد عند الطفل وبتكبر، بصير بيحس علاجها امر صعب، لانه هي خلاص يعني صارت صفه من صفاته. كثير من بعض الامهات بيكون مثلا ابنها عنيد، ناحي الجيران، ناحي اي حدا بتقعد معه، مثلا الطفلي والله صاير عنيد، ما عم يسمع كلمتي. هو اذا مو عنيد حيصير عنيد، او بتحكي ناحي الاب او بتحكي ناحيته. فمهم هي تعالج المشكله بس بدون ما توصفه فيها، ومهم تخليه يحكي عنها لتعرف شو الدوافع يلي عم تدفعه ليتصرف هالتصرف او سلوك معين. صحيح. اليوم مراحل خطيره اللي ممكن يوصل لها الطفل بهي الحالات شو هي؟ وخاصه يعني ذكرنا انعكاس هاي المراحل يمكن باعمار اكبر، سواء تعرض او مرق بهي الفتره مرحله الحمل والرضاعه، قديش ممكن تظهر هاي النتائج وشو مراحلها الخطيره بشكل عام؟ كل مشكلة عنا ما بتتعالج فحتتفاقم. أنا حابة أطرح مثال لوضح شو ممكن الخطورة اللي توصل إذا ما عالجنا مشكلة سلوكية معينة. أحد الحالات، أم مرة إجت لعنا، ابنها بعد وفاة والده صار عنده عناد، فهي ما عالجت مشكلة العناد، وإنما بالعكس صارت تخوفه حتى هو يسمع كلمتها. يعني انتوا ما عم تسمعوا كلمتي وعم تعندوا، فانا ممكن اترككم واطلع من البيت مثل ما ترككم ابوكم. يعني هي استخدمت اسلوب التخويف بدل ما تعالج المشكله. صحيح. هون صار عند الطفل، كان بمشكله العناد، صار عنده انين دائم بحلقه، يعني صار يصدر اصوات من حلقه مو معروف شو سببها. اخذوه عند الاطباء، ما في اي سبب، قالوا له مشكله نفسيه كانت بالليل وامتدت لخلال النهار. هون الأم بقى حست بمشكلة، اجت لعنا. وقت قعدنا مع الطفل اكتشفنا انه هي اكثر كلمة عم تأثر عليه. يعني هو عنده عناد بسبب ظروف معينة مر فيها، بس انه يصير يرد يرجع لتخويف، الطفل ما عاد شعر بالأمان نهائيا، عم يعمل هذا الشيء يعني غصبا عن إرادته. فانه كثير مهم للأسف يعني تتعالج. كل المشاكل هي الأسباب من الأهل تحديدا. اليوم دور الأب قديش مهم بهي المرحله كمان. كنا عم نحكي طول الوقت عن دور الام ونسينا انه دور الاب هو كثير جزء شريك. مهم اليوم كونه شريك، كيف كمان ممكن يتعامل معهم وشو دوره الاساسي لازم يكون؟ دور الاب لا يقول، لانه بالنهايه وقت حكينا قبل شوي كمان عن الخلافات، فكان الزوج هو شريك فيها. وقت عم نحكي عن القسوه او التعنيف كمان احيانا بيكون الزوج شريك فيها. فأكيد بالنهاية الأب بده مثل وظيفة الأم، يعني بالنهاية بده يكون في تشارك بيناتهم لتربية الطفل. بدنا نشكرك إيناس عزام، شكرا كثير على الموضوع الحلو اللي حكينا فيه لليوم وعلى النصائح اللي قدمتي لنا اياها.
شكرا انتم لكم، يعطيكم العافيه وشكرا على استضافتكم. نورتينا اليوم يعني، وهذا الموضوع يلي دائما بحاجه لنضوي اكثر على صحتنا النفسيه، ويلي لازم تكون ايضا ضمن اولوياتنا مثل اي جهاز وعضو موجود بالجسم. كل الشكر لك. شكرا لكم.